حدث عن أبيه. إذن أول شيخ له من؟ أبوه. إذا كان أبوك من أهل العلم ولم تأخذ عنه فعمن ستأخذ؟ فأنت تضيع الخير الذي يسهل عليك أن تصل إليه. وبالتالي أحبائي في الله تنبهوا دائما، طالب العلم يبدأ بمن هو قريب منه. قابلت أحدهم وهو يقول أريد أن أرحل في طلب العلم. قلت له ترحل في طلب العلم إلى أين؟ فذكر بلدا من البلاد الإسلامية. قلت سبحان الله، وهل أخذت عن أهل بلدك؟ اكتفيت؟ لم يبقى عندهم شيء تأخذه؟ قال لا، لكن الرحلة في طلب العلم. قلت ما هكذا الرحلة في طلب العلم؟ الرحلة في طلب العلم معناها ماذا؟ تأخذ عمن في بلدك ثم تمتلئ، ثم بعد ذلك إيش؟ تسافر حتى تبحث عن العلماء. هذا معنى الرحلة. أما اللي عندك أصلا أنت شو مالك؟ مش ماخذ عنهم. وأهم الناس هم المقربون منك، مثل أبيك ومثل أخيك. كيف لا تأخذ عن أبيك وأخيك؟ عمن ستأخذ؟ أنت في غفلة، خير بين يديك. لكن احرص على الوقت المناسب لتأخذ من أبيك.